هاي زيكو، ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنبدا نشرح برنامج الريفت. برنامج الريفت هو برنامج بتعمله شركه اوتوديسك برضو، وهي الشركه اللي بتعمل برنامج الاوتوكاد. ميزه برنامج الريفت ايه؟ ان هو بيسمح لي ان انا لما ارسم بلان بيطلع ال 3D، الواجهات، السكشنز، كل حاجه. الريفت لحد ريفت 2013 كان، او للريفت 2012 تقريبا كان مفصول، يعني كان فيه ريفت اركتكتشر وريفت استراكشر وريفت ام اي بي. بس دلوقتي من بعد 2012 يعني خلاص، هو الريفت بقى هو برنامج واحد بيسبورت ان انت تعمل عليه كل حاجة. احنا هنشرح على ريفت 2016، بس احنا هنشرح الجزء الاركتكتشر، مش هنشرح الجزء الاستراكشر ولا جزء الام اي بي. دي التوبكس اللي هنتكلم عليها النهاردة. هنتكلم على مقدمة عن البرنامج واليونتس بتاعته والانترفيس، هنتكلم عن الولز، وكمان هنتكلم عن الدورز وحاجات بسيطة في الحركة جوه الثري دي. دي الايكون بتاعت البرنامج. عشان افتح البرنامج عادي هدوس عليها دبل كليك زي اي برنامج. ده الشكل اللي بيتفتح قدامي لما البرنامج بيبدأ يتفتح. البرنامج ممكن بياخد وقت شوية او على حسب البروجرام، على حسب الجهاز اللي انت شغال عليه. اول ما بيتفتح البرنامج ده الشكل اللي بيبقى قدامنا، وبيبقى فاتح لي اخر مجموعه بروجكتس ريفت كانت مفتوحه، او السامبلز اللي موجوده اصلا. يعني انا دي اول مره افتحه، فدي السامبلز بتاعته اصلا. عشان ابدا في بروجكت جديد انا هختار نيو اللي هنا دي. هتتفتح لي الويندو الصغيره دي. الويندو الصغيره دي بتطلب مني ايه؟ ان انا اشوف البروجكت بتاعي انا عايزه تمبلت اشتغل عليه، ولا هشتغل على بروجكت فاضي خالص. الافضل ان احنا نشتغل على تمبلت، لانه هو بيسهل لنا، بيبقى عامل كرييت لكذا ليفل، عامل كرييت للواجهات، فده بيكون افضل يعني من وجهة نظري. بس اكيد ممكن بعد ما تسمعوا جزء اكبر من الكورس هيبقى ممكن تفتح صفحة بيضة خالص وتبدأ انت تكرييت كل حاجة. نيجي بقى للتمبلت بتاعي هختاره منين. انا هنا هلاقي عندي نان. في ناس بعد ما هتسطب البرنامج هي على حسب النسخه اللي معاك فيها اصلا لايبرري نازله معاها ولا لا. هتلاقي هنا اختيارات، لو في اختيارات هنختار الاركتكتشر تمبلت. ما فيش اختيارات تمام، انا هعمل براوز وهجيب انا التمبلت بتاعي، بداونلوده من على النت او بلاقيه، وانا هرفع لكم في لينك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو التمبلت اللي انا هشتغل عليه. المكان الطبيعي بتاع اللايبرري اللي بينزل بيه الريفت بيكون فين؟ في ماي كمبيوتر سي بروجرام داتا، وبروجرام داتا بيكون هيدن فايل، فلازم نعمل شو هيدن فايلز فولدر سوري، واختار اوتوديسك. وهنا بقى على حسب طبعا النسخه اللي شغالين عليها هنلاقي حاجه اسمها راك، هي دي هتكون اللايبرري بتاعتي. وفي ريفت 2016 هدخل في ريفت 16 وجواها هدخل في اللايبرري. احنا بنشتغل ايه؟ احنا بنشتغل مترك. الدول بتاعتنا بتشتغل مترك، اللي هو بالمتر والسنتي مش بالانش. فاختار يو اس مترك. في هنا بقى لايبريز انا اللي كنت حطاها، كانت عندي قبل كده من برامج قبل كده. هختار هدخل في التمبلت وهختار الاركتكتشر مترك اللي انا عاملاها. انا هرفع لكم التمبلت دي، هرفعها لكم نسخه قديمه 2013، بحيث انها تتفتح على نسخ اقدم لو حد عنده نسخة اقدم وعايز يشتغل عليها على طول. تمام، هختارها وهقول open. فلقيت عندي التمبلت فايل بتاعي architecture metric. النيو بتاعي ده project ولا project template؟ لا، هو project template، يعني انا عايز اعمل template زي architecture metric دي كده. وهقول اوكي. البرنامج بيتفتح معايا التمبلت اللي انا حطيتها. التمبلت دي ايه فرقت في ايه؟ في الدوائر اللي ظاهره دي، الفيوز بتاعه الواجهات، فرقت معايا في الليفلز اللي معمول لها كرييت اصلا، او زي ما انتم شايفين على الجنب هنا دي اهو ليفل 1 وليفل 2 وفي اربع واجهات. دي حاجه بتسهل عليا سنه. يعني نبدا نتعرف على الانترفيس بتاع البرنامج. هو قريب جدا من الاوتوكاد، خصوصا الاوتوكاد الجديد. يعني دي الدرو، البلد دي هي مجموعه الدرو. عندي هنا في موديفاي اللي فيها برضو مجموعة الموديفاي اللي هعدل بيها في الرسمة بتاعتي. وعندي كمان هنا في البروبرتس بتاعة الحاجة اللي انا عامل عليها سيليكشن، يعني دلوقتي بتاعة البلان نفسه، الفلور بلان نفسه. مثلا لو عملت سيليكشن على دي بقت مالتيبل فاميلي سيليكتد، انا مختارة كذا حاجة، يعني هي البروبرتس بتاعة الحاجة
البروجكت براوزر ده شيء مهم جدا بالنسبه لي. ليه؟ لان انا زي باين من اسمه ببراوز بين الليفلز وبين الواجهات وبين الحاجات بتاعتي. كمان في عندي هنا البيت اللي فوق ده هو اللي بيفتح لي ال 3D بتاع البرنامج. اول ما بدوس عليه جاب لي ال 3D، بس احنا طبعا لسه مش راسمين حاجه، بس مفيش حاجه ظاهره، بس هلاقي الفيو كيوب اهو. فانا كده في ال 3D. هرجع لليفل 1 من هنا من البروجكت براوزر، هدوس دبل كليك هيرجع لي للليفل بتاعي. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده في الليكتشر دي هنتكلم عن الوولز. الوولز او سوري قبل ما ابدا الوولز، قبل ما ابدا في اي حاجه في البروجكت لازم اظبط اليونتس بتاعت البروجكت بتاعي. بظبط اليونتس منين؟ يا اما هدوس يو ان على الكيبورد، يو ان اوتوماتيك هتتفتح لي البروجكت يونتس، او انا قفلتها وهروح هنا في القائمه اللي اسمها مانج هلاقي بروجكت يونت في السيتنج، نفس الحاجه اللي اتفتحت لي من اليو ان. تمام. انا عايزه اظبط ايه؟ انا عايز اللينس بتاعي بالمتر مش بالملي، هو شغال عامل لي متر، فانا هقول ان اللينس بتاعي بالمتر. الديسمال بليسز اللي هي لو مثلا حاجه 10.5 يبقى 10.5، ولا 10.50، ولا 10.500. فاحنا هنختار 2 decimal places من غير ما في nearest، ان هو لو انا عايزه يقرب لي لأقرب رقم، مش عايز اليونت سامبل بتاعي يتحط جنب الرقم، خلاص هو كده هقول اوكي. اوتوماتيك لما غيرت المتر كل حاجة اتغيرت معايا، بدل ما كانت بالملي بقت بالمتر. هقول اوكي. رجعت تاني للصفحة دي اهي، هرجع تاني هنا للقائمة بتاعت architecture، وهي دي اللي فيها قائمة الدرو اللي انا هبدأ منها. هنبدأ اول حاجة نتكلم عن الول او الحيطان. هختار انا ممكن اضغط بالسهم هلاقي فيه architecture وstructure وwall by face والsweep والreveal، هنتكلم عنهم بعد كده. انا عايز الديفولت خالص وول architecture، يا اما اختارها من هنا هدوس عليها، يا اما انا لو دوست اوتوماتيك هنا وهيفتح لي اول حاجة. اول ما دوست عليها فتح لي البروبرتس بتاعت الول اللي انا هشتغل بيه، عشان يفكرني مش كل النسخ ومش والبرنامج القديم ما كانش بيعمل كده، وكان بيخليني اشتغل على طول، بس هو دي حاجه كويسه ان هو بيفكرني ان الحيطه اللي انا برسمها دي ليها خصائص. الخصائص دي انا محتاج احددها، سمك الحيطه، الماتيريال بتاعها، نص الكور بتاع الحيطه فين، وهكذا. هلاقي عندي هنا دي الفاميلي بتاعت الحيطه ان هي بيزك وول، ممكن اغيرها تبقى مثلا كيرتن وول، الحيطه ازاز، فاحنا عادي هنسيبها بيزك وول. التايب ده اللي هو اسم الحيط، هو في اوريدي عشان احنا ملودين تمبلت، ففي حيطان اوريدي معمول لها لود عندي منها الجينيريك 200 مللي دي. انا كده كده وانا شغال في بروجكت يفضل ان انا اعمل رينيم عشان اعرف الاقي الحيطان بتاعتي بعد كده بسهوله وانا بقيدت في البروجكت بتاعي. فانا يا اما هعمل رينيم لدي يبقى انا هغير فيها، او اعمل ديوبليكيت يعني انا هاخد نسخه من الحيطه دي وهسميها اسم تاني وهغير في خصائصها. فانا هعمل ديوبليكيت وهبدا اسمي الحيطه دي مثلا وول اكستيريور، الحيطه الخارجيه بتاعه البروجكت بتاعي. تمام. هقول اوكي. انا كده شغال في انهي تايب؟ التايب بتاعي الوول اكستيريور، عشان ابدا اغير فيه مقاس الحيطة بتاعتي، سمكها اللي هو اهم حاجة تهمني دلوقتي، الماتيريالز هنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل. هاجي هنا في اول حاجة هلاقي في البارامتر الستراكشر، هدخل قدامه وادوس ادت، هتتفتح لي صفحة جديدة. الادت ده بعمل بيه ايه؟ انا بغير سمك الحيطة. هو بيفرض لي ان الحيطة ليها كور قدام وكور ورا، وانا بحدد مقاس الحاجة اللي في النص. لو انا برسم حيطة عادية جدا مش عايز اي تفاصيل، هي حيطة طوب عادي مفيش مش محتاج منها اي تفاصيل، هخليها 0.25 مقاس الحيطة بتاعنا العادي. انا غيرت بس الثيكنس بتاع structure 1 ده خليته 0.25، كده انا الحيطة بتاعتي هتبقى 25 بس مفيهاش اي طبقات، هو بس طبقة واحدة بس. لو انا بقى بعمل حيطة مثلا هيتحط عليها عزل، او انا عايزة اعمل طبقات البياض والدهان قدامها، ساعتها انا هحتاج ان انا العب في structure الحيطة. ازاي هلعب فيه؟ عندي هنا insert، لما هدوس insert عمل لي structure كمان. اقدر بقى هنا اعمل له سمك مثلا لو هو بياض اعمل له 2 سنتي وهكذا، بحطهم تحت بعض بالترتيب اللي انا عايزه واديهم الماتيريالز اللي انا عايزها فتظهر لي في الرسمة.
ممكن كمان اسلكت حاجه من الاستراكشر واعمل لها اب او داون، اطلعها بره الكور لو هو مثلا بيض فانا عايزه يظهر بره على الحيطه خالص، وممكن اعمل داون عشان تبقى جوه الحيطه في الانتيريور. ممكن لو انا مش محتاجها زي ما انا مش محتاجه دي هعمل ديليت. لما بتكون واحده بس مش هينفع اعمل لها اب وداون، لان لازم وسط الحيطه يكون في حاجه. الكور ده هو بيعتبره كانه اللاينز اللي بتحدد الحيطه. تمام خلاص، انا خليت حيطه بتاعتي مقاسها 25. هقول اوكي، مش هنتكلم عن تفاصيل كتير. يبقى اقول اكستيريور 25 وهقول اوكي تاني. كده اتفتح لي الكروس اللي انتوا شايفينها دي عشان ابدا ارسم الحيطه بتاعتي. يهمني ايه في الحيطه قبل ما ارسمها؟ دلوقتي انا لما هرسم بالماوس هيرسم لي خط سنجل لاين، بس الحيطه دي دبل لاين، فانا يهمني قوي الخط بتاعي ده مكانه فين في الحيطه. يعني هل الخط اللي انا هحطه ده هو في نص الحيطه بتاعتي بالظبط، فهو يعمل الاوفست فوقيه واوفست تحتيه ويرسم الحيطه، ولا ده وش من وشوش الحيطه، ولا ده مكانه فين؟ ده بيتحدد من الشريط اللي فوق ده، وساعات بنلاقيه تحت هنا. هنلاقي اللوكيشن لاين اللي هو الخط اللي انا هرسمه بالماوس ده فين من الحيطه بتاعتي، هو اوتوماتيك بيفرض ان هو السنتر لاين. انا هحط خط هو هيعمل منه اوفست فوقيه وتحتيه ويرسم الحيطه ال25 اللي انا طلبتها. بس انا ممكن اغير اخليه الفينش بتاع الحيطه ارسم من بره او من جوه، او الكور سنتر لاين لو انا عندي عملت طبقات بره او جوه وانا عايزه يرسم من نص الكور بس، ما يحسبش الطبقات اللي بره واللي جوه، الخط بتاعي يبقى نص الكور، ممكن اختار كده. او الكور فيس اكستيريور او انتيريور نفس الفكره. انا هسيبها الول سنتر لاين وهنشوف الفرق دلوقتي، وهبدا هدوس كليك، بدا يرسم معايا زي ما انتم شايفين. الخط المنقط ده هو الخط اللي انا برسمه، واللي فوقيه دي الحيطه ال25 بتاعتي. طول ما انا ماشيه هي الحيطه مظبوطه وفي رقم بيتكتب فوق، هدوس اللي هو طول الحيطه، هدوس كليك في اي حته تانية هنا مثلا اهو. خلاص كده انا رسمت الحيطه بتاعتي وهو بدا لي حيطه جديده. زي ما انتم شايفين الخط المنقط هو نص الحيطه او المكان اللي انا برسم منه، ولما بحرك ايدي يمين وشمال زي ما انتم شايفين برضو زاويه الحيطه بتتغير معايا، ولما بقرب من البربنديكولر او زاويه 90 بيحصل حاجه زي سناب كده وبلاقي الخط وقف معايا. بالنسبه بقى لطول الحيطه اللي بيتكتب ده، انا ممكن مش مفضلش امشي. لو انا عارف مثلا ان الحيطه بتاعتي طولها 20 مثلا، هكتب اول ما ابدا اكتب على الكيبورد هو اوتوماتيك هيكتب في اللينس واقول انتر، هو رسم لي حيطه كده طولها 20 وفتح لي حيطه جديده. انا برضو بمشي، الخط المنقط ده هو الخط بتاعي، هعمل سكيب عشان اخرج من الامر. تمام خلاص انا خرجت من الامر، سكيب تاني هيطلعني لهنا للبيلد، او كان ممكن ادوس على الموديفاي سهم الموديفاي ده يطلعني ليها تاني. هختار وول تاني، بس المرة دي بدل ما هي من الول سنتر لاين، لا انا هخليه من الفينش فيس اكستيريور. الخط اللي انا برسمه هو خط الفينش الاكستيريور بتاع الحيطة. هاجي ارسم هنا كده، هختار النقطة دي اهي اللي عليها سناب، وابدأ ارسم. زي ما انتم شايفين الخط المنقط فين؟ هو الاكستيريور، وهو الاكستيريور بالنسبة له بيكون شمال الحيطة، هو ده الاكستيريور. يعني شايفين وانا نازلة تحت هو اعتبر ان الاكستيريور بالنسبة لي انا المبنى اللي برسمه ده جوه، فالشمال هو الاكستيريور. لو انا عايز اعكس اللي هو عامله ده هدوس سبيس بيتعكس. شايفين؟ ثانية واحدة بس اقرب اهو. انا هو كده اعتبر الفينش فيس اكستيريور هو اللي جوه، فانا لا انا عايز ده الخط اللي بره مش ده الخط اللي جوه من الحيطة، يعني الحيطة تبقى بعديه. هدوس سبيس. شايفين الحيطة اتعكست ازاي؟ سبيس خلاص اتعكست. بدوش مش بفضل دايس، يعني انا بدوس سبيس بتتعكس، سبيس بتتعكس، واختار اي نقطة اقف. خلاص زي ما انتم شايفين اوتوماتيك هو بيخلي الحيطة تدخل في بعضها. هنا هو بدأت اللاين الجديد. لو انا عايز اعكس الاتجاه هدوس سبيس اخلي الاكستيريور هو اللي جوه، او كده اخلي الاكستيريور بره. تمام هدوس اسكيب، كده خرجت من امر الحيطة. ايه تاني عايزين نقوله عن رسم الحيطة؟ انا مش هتكلم عن الايديت في الحيطة، انا بس لسه بتكلم عن رسم الحيطة. هدوس تاني وول اشوف ايه الحاجات اللي عندي فوق هنا دي. انا عندي هنا في اللوكيشن لاين واتكلمنا عنه، نرجعه تاني للول سنتر لاين. عندي كمان الهايت بتاع الحيطة بتاعتي. الهايت بتاع الحيطة بتاعتي دلوقتي هو ايه؟ هو unconnected وطوله 8 متر. يعني الحيطة دي بتبدأ من ليفل 1 اللي انا شغال عليه اللي هنا ده،
وبتطلع 8 متر لفوق مش لحد ليفل معين. لو انا عايز ارسم حيطة تطلع لحد ليفل 2 بس، انا عارف انا مظبط ارتفاع الليفل بتاعي في الواجهة وده هنتكلم عنه بعد كده، وعايزها تطلع لليفل 2، فهقول له ليفل 2، هيقفل لي ان انا اكتب هنا خلاص انت الارتفاع بتاعك عايزه ليفل 2. عندي كمان اوفست، لو انا عندي انا عارف مثلا خط هنا السنجل لاين بس انا عايز الحيطة تحت الخط ده بمترين، يبقى انا عايزك ترسم الول سنتر لاين بتاعي باوفست مترين من الخط اللي انا هرسمه، تمام؟ فانا هاجي هنا انا هدوس على الخط ده، شايفين الحيطة بتترسم فين؟ الحيطة بتترسم على اوفست مترين من الخط اللي انا رسمته. لو جينا قسنا كده من النص لطرف الحيطة هلاقي المترين بتوعي، الول سنتر لاين مش هو اللي عليها، لا هو فينش الحيطة اللي بيبقى الاوفست بتاعه اللي انا بحدده في الرسم، تمام؟ هرجع تاني بدوس اسكيب تاني او بدوس على موديفاي، وبدوس هنا architecture لان انا كنت رايحة لقائمة موديفاي بايدي، وهدوس هول تاني عشان نشوف ايه تاني. اول ما بفتح الامر بتاع الوول بلاقي عندي بيظهر لي هنا حاجة اسمها درو اوتوماتيك، انا برسم لاين بس انا ممكن ارسم وول كيرف لو انا عايز الوول كيرف. طب لو انا عندي مثلا خط معين انا عارف مكانه وعايز ادوس عليه يرسم لي حيطة، ساعتها هيبقى عندي هنا حاجة اسمها بيك لاين. هختار الديفولت خالص اللي هو الارك الثلاث نقط، وهبدأ ارسم، ادي النقطة الاولى وادي النقطة التانية بتاعة الارك بتاعي، وهبدأ اتحرك. وانا بتحرك اللي بيتغير الفاريبل التالت بتاعي اللي هو الريديوس بتاع الارك بتاعي، انا ممكن ادوس في اي نقطة، انا كده بختار شكل الارك محركة ايدي، او ممكن اكتب رقم الارك اللي انا عايزه، هكتب مثلا 8 انتر، رسم لي حيطة الريديوس بتاعها 8. لو عايزين نشوف الكلام ده شكله عامل ازاي هروح في 3D وابدأ ابص على الحيطان بتاعتي، شايفين عاملة ازاي الحيطان القصيرة اللي انا خليتها الليفل 2 بس اهو، والحيطان الطويلة اللي كانت 8 متر. لو عايز اشوف 3D ملون عندي كيوب تحت هنا اهو، الفيجوال ستايل الديفولت بتاعه هيدن لاين، انا هغيره اخليه شيدت او كونستنت كولر او اي حاجة تعمل لون، انا بحب افضل الشيدد عشان بيسيب لي خطوط زهرة. بصوا الكونستنت كولر بيبقى افتح شوية، والرياليستيك بيخبي الخطوط شوية على حسب يعني انت تفضل ايه يعني. انا بس عشان اشوف الالوان، والالوان دي انا بتحكم بيها ازاي في بالماتيريالز اللي هنتكلم عليها بعد كده، مش دلوقتي خالص طبعا، لما بس ناخد بيزك رسم البلان البيزكس بتاعت البرنامج. هرجع تاني ليفل 1. طيب انا بعد ما رسمت الحيطان دي اكتشفت ان انا كنت عامل حيطان ان كونكتد وانا عايزها تبقى ليفل 2، هل همسحها ولا هعمل ايه؟ لا، انا اول ما بسلكت الحيطه بيظهر لي هنا زي ما قلت لكم البروبرتس بتاعه الايتم اللي انا عامله له سلكت، كان حيطه او وات ايفر. البروبرتس دي هي اهم حاجه عندي تقريبا، لان دي اللي انا ببدا اغير منها اللي انا عايزه. فانا هنا هلاقي ان اللوكيشن لاين بتاعها هو الول سنتر لاين، يعني الخط اللي انا كنت رسمه هو الول سنتر لاين، واقدر اغيره، ممكن اغير اخلي اللوكيشن لاين الفينش فيس اكستيريور والابلاي، شايفين النقطة بتتحرك ازاي اهو، شايفين اللوكيشن لاين خلاه هنا، هو حرك اللوكيشن لاين، مكان الحيطة ما اتغيرش، اللوكيشن اللاين اللي انا رسمته هو اللي اتحرك. هرجع وول سنتر لاين تاني. عندي كمان البيز بتاع الحيطه، الحيطه بتاعتي بادئه من انهي ليفل. احنا ليه بنتطرق للكلام ده؟ لان زي ما احنا قلنا وانا برسم في الريفت انا مش برسم 2D، انا برسم 3D، فانا برسم البلان اي حاجه انا حاسينها فيه هي هيحصل لها ريفلكشن في ال 3D، هيحصل لها ريفلكشن في الاليفيشنز، هيحصل لها ريفلكشن في كل حاجه، فلازم اكون متخيل البعد التالت. فانا الحيطه بتاعتي دي بادئه منين؟ هي بادئه من ليفل 1 اهو البيس كونسترين بتاعها، والتوب كونسترين ان كونكتد لا انا هغيره واخليه ليفل 2، وهقول ابلاي، هروح في ال 3D هلاقي شايفين الحيطه دي اسرت ازاي لان انا غيرت طولها، تمام؟ هختار هسيب مثلا الحيطان دي ان كونكتد وهكذا، يعني اللي انا عايز اعمله اعمله اقدر اغير فيه. ايه تاني ممكن اغير فيه؟ خلينا في ال 3D عشان نبقى شايفين. عندي
في اي حاجه هعملها في الريفت، اي ايتم هحطه اول ما هعمل له سيلكشن هيظهر لي هنا في البروبرتيز بتاعته حاجه اسمها ايديت تايب. انا لما هدوس على ايديت تايب انا كده مش بعدل، انا مش بعدل في الحيطه اللي انا عامله لها سيلكت، انا بعدل في التايب بتاع الحيطه. يعني انا كل الحيطان بتاعتي دي هي هو الاكستيريور، فانا لو عدلت حاجه دلوقتي هتتعدل في كل الحيطان. يعني زي مثلا انا هاجي هنا وهقول ايديت في الاستراكشر، بدل ما هو 25 انا هخليه 50، حاجه اكبر بكتير عشان نقدر نشوف، وهقول اوكي ابلود. شايفين كل الحيطان تخنت، كله تخن. هعمل كنترول زد عشان نشوف الفرق، شايفين رفعت ازاي. هعمل ريدو تاني، تخنت كل الحيطان مش بس الحيطه اللي انا كنت عامل لها سيلكت، رغم ان انا كنت عامل سيلكت لدي بس هي لا، انا بعمل ايديت تايب فانا بعدل في الحيطان كلها. طيب انا بعد ما رسمت اكتشفت ان انا عايزه اغير نوع الحيطه دي بس، يعني انا مش عايزه اعدل في كله الحيطه دي بس انا عايزها ادخل، هعمل ايه؟ هعمل ايديت تايب برضو، بس بدل ما انا بلعب في التايب ده لا، انا هعمل ديوبليكيت منه، هعمل تايب جديد اطبقه على الحيطه دي، سميه مثلا زي ما هو سماه الاكستيريور 2، وهقول اوكي، وهعمل ايديت في الاستراكشر بتاع الحيطه واخلي الحيطه دي مثلا ادخل، وهقول اوكي اوكي. دي بس اللي تخنت. ولو جيت عملت سيلكشن للحيطه دي هلاقي نوعها هنا وول اكستيريور 2، لو عملت سيلكشن لدي هلاقيها وول اكستيريور بس، لو دوست كنترول واخترت اكتر من حيطه هلاقي هنا بقى مالتيبل تايب سيلكتد. انت ما تقدرش تعدل في التايب، او انت عندك انت مختار كذا حيطه بكذا تايب مختلفين عن بعض، فعشان كده مش كاتب لي التايب بتاعهم ايه. تمام، هعمل اسكيب، هرجع للليفل تاني. دي كده الحيطان اللي انا رسمتها وشفناها في الثري دي، شايفين الحيطه اللي تخنت اتغيرت هنا اوتوماتيك ازاي. اخر حاجه هتكلم عنها في الوولز، انا هدوس هنا وول تاني عشان ارسم وول جديده. في عندي هنا في الاختيارات اللي فوق حاجه اسمها ريديوس. الريديوس ده بيعمل ايه؟ ده كانه الفلت بتاع الحيطه بتاعتي، يعني شايفين الكونكشن بين الحيطتين دول هو انجلر كده زاويه 90. لو انا عايزه الكونكشن بينهم يبقى كيرف اعمل ايه؟ يعني اي حتتين ارسمهم ورا بعض يبقى كونكشن كيرف. هقوم عامل سيلكت على الريديوس ده واختار الريديوس بتاع الكيرف بتاعي زي مثلا متر زي ما مرسوم، وابدا ارسم عادي. هدوس كليك برسم اهو مثلا الحيطه اهي، تمام. وبعد كده هو هيفتح لي حيطه جديده، فانا هرسم الحيطه الجديده كده. شايفين الكونكشن بينهم عمل ازاي؟ كيرف الريديوس بتاعه متر، لو غيرت الريديوس هنا وخليته مثلا ربع وبدات ارسم، الكونكشن الجديد هيجي صغير زي ما انتوا شايفين اهو، الكونكشنز الجديده جت صغيره. ده لو انا عايز اعمل فيلت في الحيطه بتاعتي ثابت مثلا في الحاجات كلها. وهو هنا اهو الجوينت ستيتيوز الاو، يعني اسمح له ان هو يجوين الحيطان ببعض. انا ممكن اخليه لا مش مسموح ان انت تجوين الحيطان ببعض، ساعتها شايف الريديوس اتقفل. انا عملت كده رسمت دي، بصوا الحتتين ما اتعمل لهمش جوين اصلا، بقوا حتتين داخلين على بعض كده. هو طبعا يفضل على طول ان احنا الجوين ستيتيوز بتاعتنا تكون الاو بريديوس او من غيره. يعني تاني حاجه هنتكلم عنها هي الابواب او الدورز. هلاقي هنا برضو في قائمة بل جنب الوول في دور اللي هو باب، هدوس عليها كليك هيتفتح لي ان انا ارسم باب. هلاقي فيه تايب باب محطوط هنا، التايب ده هو موجود اصلا في التامبلت بتاعتي، طبعا ممكن اغيره، ممكن الود تايب تاني من اللايبرري اللي عندي. هنتكلم دلوقتي عن الكلام ده، بس نشوف بس هنحط الباب ازاي. طول ما انا ماشي في الصفحة شايف علامة الفاي دي، ودي معناها ان انا مش هينفع احط باب، لان هو هنا ده مش اوتوكاد، هو مش بيرسم لاينز، هو بالنسبه له هو بيرسم مبنى، حيطان وابوابه وشبابيك واعمده كل حاجه. فالباب لازم يكون في حيطه، مفيش باب بيبقى واقف في نص الهوا كده، لازم بيتسات في حيطه. فاول ما هقرب من الحيطه هلاقي البيبان بقى ينفع تتعمل. هاجي هنا الباب عندي طالع في مكان مش عاجبني، بحرك ايدي يمين وشمال بيتحرك، وبرده نفس الفكره بتاعت الحيطه، لو دوست سبيس الباب بيتعكس زي ما انتوا شايفين كده، سبيس بعكس اتجاه الباب هوريزونتلي والفيرتيكلي انا بعكسه بايديا، بروح هنا او هنا. هحط هدوس كليك الباب بتاعي هيتحط. اول ما بيتحط بلاقي الاسهم اللي انتوا شايفينها دي، وهي دي بتسمح لي ان انا افلاب الدور بتاعي تاني اهو،
بدوس على السهم بيروح قدام وورا او بيتعدل في الناحيتين يمين وشمال. هدوس اسكيب عشان اخرج من الامر وهروح في الثري دي اشوف الباب اهو. وهي دي ميزة الريفت، ان انا لما حطيت الباب في البلان هو طلع في الثري دي. يعني لو انا مثلا شغال هرندر اكستيريور هرندر انتيريور واتيفر، كل حاجة انا هعملها هتطلع زي ما انتوا شايفين الباب اهو بشكله. لو رحت في اي اليفيشن، هي بس الاليفيشن بتاعته تقريبا هتبقى الويست، ايوه، هلاقي الباب اتحط واتعمل عليه السهم بتاع اتجاه الفتح وهلاقي كل حاجة. هرجع تاني للبلان عشان اكمل كلام عن الابواب. هسلكت الدور هيظهر لي الداتا بتاعته البروبرتيز بتاعته. اهم حاجة الليفل بتاعه هو فين، هو في ليفل 1، ودي هتفرق معايا طبعا. ان انا لو هروح بس في 3D عشان نبقى شايفين ال 3D، هو في ليفل 1. لو انا سلكت عملت سلكت للباب وغيرت ليفل 1 خليتها ليفل 2، الباب طلع في ليفل 2، فهو ده بيتغير معايا. هعمل ايديت تايب عشان ادخل جوه الباب نفسه. ده نوع الباب ودي الفاميلي بتاعته، اللي هم دول بس اللي معمول لهم لود عندي. بقدر اتحكم، هلاقي عندي هنا الماتيريال بتاعه الباب. مش كل الابواب اللي بتبقى موجوده في اللايبرري ممكن اتحكم في الماتيريال بتاعتها او في الدايمنشن بتاعتها، دي بتبقى على حسب البلوك. في بلوكس بتبقى قافله ان انت تتحكم في الكلام ده، وهنتعلم ازاي نبقى نفكها، بس خلينا زي ما قلنا في البيزك. هلاقي تفاصيل كتير، اللي يهمني منها ايه؟ يهمني الواتس، عرض الباب بتاعي، ان انا مثلا بدل ما عامله رقم غريب لا انا هعمله مثلا 1.20 متر. وكمان يهمني ارتفاع الباب بتاعي اللي هو الديفولت بتاعي 22، وهقول ابلاي اوكي. الباب بتاعي زي ما انتم شايفين بقى عرض وطول لحد فوق، لحد الارتفاع اللي قلته. طيب لو انا عايز اجيب باب تاني، مش عاجبني الباب ده، ايش هروح للليفل بقى عادي هختار، او ممكن في الثري دي مكان ما انا عايز، بس الاحسن ان انا ارسم في البلان طبعا عشان الاكيورسي بتاعه الرسم تكون احسن. هدوس دور، هعمل ايديت تايب، وهنا بقى مش هعمل دوبليكيت، لان انا دوبليكيت كل اللي هتفيدني ان انا ممكن مثلا اعمل نفس الباب بس اغير في الماتيريالز او اغير في الابعاد. لا انا هعمل لود. ايه فكره اللود؟ انا في عندي ده الباب اللي موجود في التامبلت بتاعتي، وانا عندي بيبان في اللايبرري اللي انا منزلها، او في باب الكلاينت طالبه مثلا، باب معين موجود على النت وانا نزلته فانا عايز استخدمه، فانا هدوس لود. هو اوتوماتيك بيفتح لي اللايبرري بتاعتي، بحدد المكان اللي بيفتحه منين من الاوبشن برضو، وهنتكلم عنها، هنتكلم عن كل حاجه بنظبطها في الاوبشنز. تمام، هختار انا بقى، انا عارف اللايبرري بتاعتي، فهروح مثلا هنا وهروح في اللايبرري في الدورز. هيبقى عندي اكزامبلز بتاعت بيبان زي ما انتم شايفين مرسومه هنا اهي، وهبدا عادي استخدم الكيبورد وانزل. كل ما بختار باب شكل الباب بيتغير لحد ما الاقي الباب اللي هيعجبني. الاسم بتاع الباب فيه سن الديسكريبشن ممكن تفرق معايا، هبدا امشي لحد ما اختار. في بيبان طبعا ما بتنفعش غير للكيرتن وول، هو قسم لك بيبان اكستيريور وانتيريور. محدش بيجبرني على حاجه، يعني لو باب انتيريور عايز انا احطه اكستيريور محدش هيقولي لا يعني. فانا مثلا هختار الباب ده وهقول اوبن. تمام، هو عشان الفايل قديم فبيقولي ان انا هعمل ابجريد للموديل عشان اللايبرري بتاعه 2011، ففايل الريفت 2011 فهو بيعمل له ابجريد. وفتح لي الباب الجديد اهو، عندي اختيارين نازلين مع الفاميلي بتاعه الباب، الباب اللي اسمه كده، في اختيار ده مقاسه وفي اختيار ده مقاسه. او انا بقى ممكن بدل ما اعدل لو انا عاجبني المقاسات دي تمام، او لو انا عايز اعدل يفضل اعمل ديوبليكيت عشان ما ارجعش اتلخبط. انا ممكن اعدل على المقاس ده لان هو ده بس جاست اسم، فانا ممكن العب في المقاس براحتي، بس انا بفضل دايما ان انا اكون عامل ديوبليكيت ومستخدم حاجه انا عارف اسمها عشان اعرف ارجع لها بسهوله. فانا هسميه مثلا اكستيريور دور، سي مثلا عرضه 2.5 متر عشان انا افتكر بس ده انهي باب. اوكي خلاص، عندي هنا الماتيريال قلنا هنتكلم عليها بعد كده، ودي الدايمنشن. ده باب فاتح لي ان انا اتحكم في كل حاجه، اتحكم في السكنس، اتحكم في الشاتل بتاع الباب، اتحكم في كل حاجه. انا بس لو انا عايز ديتيلز دي ممكن اتحكم فيها، اما لو انا بس عايز البيزك اهم حاجه عندي الهايت، الارتفاع هخليه 2.20 متر زي الباب التاني،
والويتس انا قلت ان انا خلاص الباب بتاعي عايزه 2.5 زي ما سميته، فهقوم اغيره وخليه 2.5 وهقول اوكي. اول ما هاجي هنا هلاقي الباب الدبل اللي انا مختاره اهو حطيته، ممكن اعمل السهمين برضو موجودين اقفل الباب زي ما انا عايز، اعمل اسكيب عشان اخرج من الامر، وهروح في 3D عشان اشوف الباب بتاعي شكله عامل ازاي. انا هنا بتحرك بالفيو كيوب اهو، بدوس بفضل دايسة بيحصل الاوربت ده، بدوس على السكرول بتاع الماوس من النص هو ده بيحركني، او لو عايز اعمل اوربت بدوس شيفت والسكرول بتاع الماوس بقدر اعمل اوربت من غير ما اروح للفيو كيوب نفسه واتحرك عليه. تمام، ادي الباب بتاعي. الحيطة طبعا تخينة فالباب بتاعي داخل غاطس جواها عشان دي الحيطة اللي احنا كنا مدخنينها. اخر حاجة هنتكلم عنها في الابواب هي التاج بتاع الباب. هختار دور، هلاقي عندي هنا حاجة اسمها تاج امبلاسمنت. لما هدوس على التاج امبلاسمنت دي واجي احط الباب بتاعي عادي في المكان ده، هلاقي الباب اتحط معاه رقم اللي هو التاج بتاع الباب. الناس اللي بتشتغل حصر او بيشتغلوا رسومات تنفيذية هيعرفوا ايه هو التاج ده. لما اكون انا هسلم رسمة تنفيذية او هعمل حصر بيبقى لازم بيكون في رقم للباب بتاعي، الرقم ده برجع له في جدول بلاقي الداتا بتاعت الباب. الريفت بيحدد الرقم ده على اساس ايه؟ بيحدد الرقم على اساس الفاميلي بتاعت التاج نفسه. يعني انا دلوقتي هعمل سيلكت للتاج مش للباب، التلاتة دي هو هنا جابها ازاي؟ هو لو انا دخلت في الفاميلي بتاعت التاج هلاقي ان جوه التاج ده بيتحط التايب مارك، ممكن احط عدد الابواب يعني كاني بعد 1 2 3 وهو ده اللي بيعمله، ممكن احط مش رقم ممكن احط كتابة اسم الباب مثلا او الماتيريال بتاعته او whatever. التاج الرقم اللي بيتحط هنا ده بيتحدد منين؟ لو انا الديفولت خالص ان انا عايز التايب مارك هدخل جوه الباب نفسه وهعمل edit type، هلاقي هنا تحت خالص حاجة اسمها التايب مارك بتاع الباب بتاعي اللي هو 42 دي. انا هغير التايب مارك بتاع الباب ده وهخليه D01 عادي، هقول ابلاي اوكي. بس للأسف مفيش حاجة اتغيرت. ليه؟ عشان زي ما قلنا الفاميلي بتاعة التاج ده مش جايبة ان هي يتحط فيها التايب مارك. قدامي حل من اتنين، يا اما الود تاج جديد اكون انا يكون التاج ده عندي اصلا ويكون الفاميلي بتاعته بتسبورت ان انا اكتب هنا التايب مارك، او ادخل اعدل في الفاميلي بتاعة التاج ده. وعشان ما ندخلش دلوقتي في تفاصيل زيادة ان احنا نعدل في فاميلي وده لسه بدري عليه قوي، فانا هاجي ابسلكت التاج واعمل edit type، هقول load عشان ادخل تاج جديد. وانا ببقى داونلود من على النت، ادخل اكتب عادي في جوجل دور تاج ريفت تايب مارك، هينزل لي اي نوع. يعني انا اوريدي عندي نوع هنا عارفه مكانه فانا هدخل اجيبه. التاجز والحاجات دي بتبقى لو اللايبرري اللي جايه مع البرنامج بتبقى في الانوتيشن. التاجز هو ده اهو، ام دور تاج تايب مارك بيحدد التايب مارك، هقول له اوبن وهقول اوكي. ايه اللي حصل؟ اتغير التاج بتاع الباب بقى جواه التايب مارك. لو انا جيت دلوقتي جبت باب تاني احطه واخترت مثلا الباب الاولاني اللي انا كنت شغال عليه الصغير وحطيته، هلاقي جواه 28. لو دخلت في الباب نفسه وعملت edit type ونزلت تحت خالص هلاقي التايب مارك بتاع الباب بتاعي 28. بس كده، ده كل اللي هنقوله في الابواب. والفيديو بتاعنا كده هيكون خلص، اتكلمنا عن الحيطان والابواب مش بالتفصيل، باختصار، او قلنا البيزكس اللي تخلينا نعرف نبدأ. كده الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة خلص. اي حد عنده اي سؤال يسيبه لي في كومنت واكيد هجاوب عليه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.